بس سلبية يظهر لي عنا دماغ عنا عنا برشة حديث بش نحكيه بعد قليل على خاطر حاجة حاجة خايبة برشة سرتو للاعب دولي. دون خلنا نبدأ بالحاجة إيجابية توتسويت مع لافوتوح. لافوتوح في لافوتوح اليوم اخترنا الحكم الإيطالي جان لوكا روكي 17 عام في الدرجة الأولى الإيطالية بودا من 2003 صحيح من 2003 لعب سيري بي شد في سيري بي مش لعب سموني شد في سيري بي شد في سيري هاي كوب دي موند كوب دي كونفدراسيون كوب دي موند دي كلوب شد في كل شيء فماش تظاهرة عالمية ولا تظاهرة إيطالية من الطراز الأول ما 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 كانش فيها موجود جان لوكا روكي. رينا جان لوكا روكي في مباراة الختام تاع التتويج تاع اليوفي خاصة مع روما في الأليانز في ملعب اليوفي جديد رينا تكريم تكريم اللي مرة واش ديما تكريم الاربيتر معناتها مش مدرب ولا لاعب سابق كل بالعناق تصوروا معاه وقفوا معاه هزوا معهم التيتر زادة تصور رينا دموع الدموع الوديع الوديع نتاعو هو على خاطر ما عاد حد باش يتذكره عبود تحب ولا تذكر 10 15 سنه اخرين والله يا امير مانيش معاك في الفكره دي علاش على خاطر تو نذكروا كلنا شكون ينسى كلنا شوف كلنا على خاطر ما نقارنش انا معاك معاك ليه ما قلتلكش انا ما ليه مش اكيد ما تقارنش خاطر وقتها كانت قليل وكانت الكالتشو حاجه اخرى والصرامه كان كلنا كانت حاجه اخرى كلنا وطريقته هو كيفاه معناتها كان ديجا كان كي تراتر من بعيد حتى تبدا نقص نظر تعرف لكلينا كي من بعيد تعرف لكلينا اربيتر جوكا روكي متينا هذيك ماهوش كلينا ما نكذبوش على روحنا كلينا وفاء ومن بعده ما جا حتى واحد انا نجم نسميه ولكن حبيت نقول لك لي زاربيتر واحد كيما روكي راهو 17 سنه من شويه احنا علي خذيناه في الفوتو باش نوريو اللي ان شاء الله في تونس راهو زاد نهار يكرموا 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 حكم الحكم يغلط راهو كلمه معناتها جوست مير فيسا ما نطولوش في خاطر ما زاد عندنا الاوف سايد ولكن راهو جان لوكا روكي نهارت المباراه نهارت سبت هي المباراه نهار سبت تلعبت نهار سبت اعطاه ضربه جزاء بالفار وماهيش موجوده العالم كل قال ماهيش موجوده غلط ولكن هذا حابين نقول حتى في ليزاربيتر توانسه حكم يغلط راهو عندنا برشا راهو يغلطوا والفار معاه معناتها خمس عباد قاعدين على كرسي في سال كليماتيزي تلفزه رالونتي اربع خمس مرات في عقلهم وكمام قروا كلهم مع بعضهم مع الطاقم التحكيمي اللي هي ضربه جزاء واللي ما ضربه جزاء ما فما حتى حد ينجم يقنع حتى حد اللي ضربه جزاء واللي يتفرج فيها يعرف اش قاعد نقول دونك غلط وكمام تكرم في تونس الاربيتر يغلط صحيح عندنا اربيتر ويت بوتيتر موفيز فوا حتى في ايطاليا فما موفيز فوا ولكن زاد كي اربيتر يبدا عندنا انترناسيونال يمشي يشد كوب دافريك ولا يشد موات شويه نقدرهم شويه نحترمهم نقدرهم حتى حتى نشجعوا الصغار اللي طالعين نقولوا اموان تاريخ اللي يعطونا قدرنا ويعطونا قيمتنا واللي هو بيدو يخدم خدمه صحيحه واضح نحب نذكر كذلك اللي جان لوكا روكي راهو حاجه اخرى وعشت تحط في لافوتو اليوم على خاطره من اكثر الحكام واكثر الناس ولا خلينا نقول الحكم هذا عباره عن رمز للرياضيين اللي ديما يجيو ضد هتافات العنصريه الحكم هذا هو الحكم الوحيد في تاريخ ايطاليا اللي وقف زوز مقابلات بسبب هتافات عنصريه مقابله ميلان وروما 2013 مقابله روما ونابولي 2019 وقف زوز مقابلات كبار برشا كنقول انا ميلان روما وروما نابولي زوز مقابلات قويين برشا في وسط الجمهور وقفهم بسبب الهتافات العنصريه دونك ان شاء الله يجي نهار ونلقاو تكريم لحكم تونسي بالطريقه هذه طب خلينا نمشيو نحكيو في الحاجه السلبيه عبوده السويت مع الاوف سايد به في الاوف سايد اليوم عبوده اخترنا اللاعب الدولي اللاعب الدولي الصغير اللي برشا حكينا شكون عنده مستقبل نحكي على بسام الصرافي بسام الصرافي لعب مقابله وديه مع فريقه زول تورغ من البلجيكي ضد فريق خنت البلجيكي اللي هو كان فريق ديرا برون كان مانيش غلط في المعلومه هذه عبوده المقابله وفات بالتسعه ديما نقول بنت جينت وجينك دونك واحده منهم كان فيها ديرا برون بالضبط المقابله وفات بانتصار زملاء الصرافي 2-1 الصرافي لعب حتىكش دقيقة 31 مقابلة ممتازة أكثر من لمسة فنية رائعة الناس قاعد تحكي تبع في التويتر شيخين عليه برشا دقيقة 31 يدخل سي بسام الصرافي في جدال الحكم الاربيتر يوقف حداهم في مناوشة مع مدافع الفريق الخصم وكانت ردة فعل الصرافي قاسية جدا وعلى طريقة زين الدين زيدان وبالدارجة 2006 بالدارجة دماغ أمام الحكم في مقابلة ودية ياخذ بطاقة حمراء. أنا قلت لك ملاعبي كيما صار في سي دوغاشي عندي أنا ملاعبي عنده برشا كرة في ساقيه
ما نجحش في نيس ما خدفكش بلاسته رغم اللي نيس كانت جمعية معناتها كيف روفو الروعة عطاه الملاعب الجزائري اللي يلعب في نيس كيف نجح وكيف تو حتى ريال مدريد تخمم باش تنتدب الملاعب هذايا نقولوا خسارة خسارة ملاعب كيف هذايا خرج صغير من الكلوب قلنا باش يكسر الدنيا في الأوروب مشى نيس مشى جمعية كبيرة ولا جمعية فيها برشا ضغط كيما مارسي ولا سانت اتيان ولا غيره اللي جمهورهم يفجع جمهورهم ما يرحمش مشى لجمعية نيس مع البحر جو غاديكا في نيس معناتها حتى من الكليما بروبيس باش انك تعيش عيشه باهيه وتكون في مخك مرتاح سيكولوجيكمون مورالمون تعمل في مباراه وديه وكما قلت انت كان معدي 30 دقيقه ممتازه تجي في مقابله وديه تضرب الدماغ ولا ترد تعمل رده فعل كيما هذه ما في مباراه اوفيسيال باش تعمل شوف واللوم البارح نشوفه في التويتر من الجماهير البلجيكيه تقول لك حتى المدافع راهو اوجي ديال المدافع هذا متخلق برشا ما يتبعوا فيه ومعروف باخلاقه ولا عرفوش الصوره ما كانتش واضحه شنو اللي صار بينهم زوز ولكن شفنا حكم المقابله اعطاه خطا لمصلحته اوجي ديال ضد بسام الصارفي ومن بعد شفنا بسام الصارفي تلفت للملاعبي ما عرفش شنو الكلمه اللي قالت شنو الجيست اللي صارت بينهم زوز ولكن ردت الفعل من حكم مقابله يكون واقع معناها ما تقدرش هما اللي بيلج يقولوا اللي يحبوا الملاعب هذاك بتات الخلوق في وقته حتى زيدان كتب الراس راه عمره ما صارت له معناتها معناتها بار مره في كوب دي 98 مع السعوديه خذا حمرا نذكرها هذيك وقت خاف ساجور زاد اما مش معروف بالعصب نتاعه ولا برده فعل هكاك الصارفي ما نصور زاد كان قاعد قال برا خلينا نبدل الجو نعطيه دماغ معناتها نصور زاد المدافع اللي تحكي لي انت اللي هو خلوق دوبوي دي زاني تلقاه تفوه بكلمه ولا ما يهمنيش في المدافع لا نحكي لك معناها مانيش باش ليه مانيش ندافع على الصارفي اللي عملوا غلط وغلط ياسر سيرتو في ماتش اميكال حتى كان ما تمالكش هم لاعب تلعب منتخب وطني ومشيت للمونديال امير كان ما تملكش اعصابك في المباراه الوديه وانت كما قلت انت حسب ما قرينا في تويتر وحسب ما سمعنا وكل شيء في 30 دقيقه من احسن لاعبيه للمستطيل الاخضر وقت باش تمتلك اعصابك وكيف باش تولي ملاعب كبير كما انت عندك في ساقيك كوره مش كان ساقين برك كوره مخ كوره بسيكولوجي كوره مورال كوره كما قلت لك مخ هذاك هو ساقين ربي عطاك في ساقيك هل اخدم مخك شويه عبود قبل ما نمشي للاخبار نحب ناخذ رايك هل توافقني الراي وقت نقول لك اللي ينقص اللاعب التونسي باش يكون ناجح في الاحتراف خارج حدود الوطن هو الانضباط نحب ونكره يتغشوا ما يتغشوش امورهم ولكن لعبيتنا ما همش منضبطين برشا في الخارج فما ليه فما سامي اليوم كيما حقي كيما زبير بيا كيما برشا نحكي لك اعطيني جينيراسيون حالي راضي جعيد وما ادراك معناتها اعطيني جيل الحالي جينيراسيون هذيا مانيش نراو في حاجه معناتها اللي برشا مشاو وروحوا برشا ما نجحوش ما ريناش اكثر الشعلي اللي رجع شو اسمه نتاع الكلوب اللي كان في ستراسبور اللي ضرب نيمار زاد رجع معتز الزمزمي رجع مره اخرى لستراسبورغ توا نحكي لك معناتها ما ريناش الجواريت اللي خرجت من تونس انتر جيمي باشعاع ريناش فكت بلايصها ولا لعبت على طول ولا قعدت غاديكا هي ترجع يا ما تنجحش ان شاء الله كما قلنا يخدموا اكثر المورال والمخ ويحطوا ساقيهم فوق القاعه ويهتموا بالكره برك هذيك اهم وان شاء الله اللقطه هذه ولا الجيست هذه تكون درس لبسام الصرافي خلينا نمشيو عبود لاخر الاخبار المحليه والعالميه وراجعين مع استاد ميتا